هل يجوز دفع الفطرة في بداية الشهر أم يجب تأخيرها إلى ما قبل العيد؟ يبدو أن حبيبنا لم يتابعنا من بداية الحلقة. الصحابة كانوا يقدمونها يومين أو ثلاثة قبل العيد، عند الشافعية يجوز تقديمها من يعني أول الشهر، لكن على يعني على كل حال مقصودها إغناء الفقراء في هذا اليوم، فكلما كانت قريبة من العيد كلما كان هذا أرجى لتحقيق مقصود الشارع بارك الله فيك. إذا كنت ستتعامل مع مسجد والذي يتولى إخراجها نيابة عنك، يبقى نسق مع المسجد وسأله متى يحب أن يستقبلها منك. وعلى فكرة بالمناسبة، أنت يجوز أن توكل في الزكاة قبل العيد بسنة حتى، لكن الوكيل لا يخرجها إلا في منقطع صحيح. افترض أن أنا مسافر إلى الشرق وفي شهر رجب ومش هاجي هنا، هقعد ثلاث شهور برا، فجئت إلى أداة المسجد قلت له أهدي فلوس الزكاة، عندما يأتي وقت الزكاة أخرجها نيابة عني، جائز. فأنا وكلته كأني أنا موجود ليخرجها نيابة عني في ميقاتها الصحيح بارك الله فيكم. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب.